السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع تعدين سحابي ممتاز لهذا اليوم. الموقع خاص بعملة الترون. إذا هذا هو الموقع، سأقوم بترجمته إلى اللغة العربية. موقع ممتاز بيعطيك 10 ترون لبداية العمل. الموقع سيظل فترة طويلة إن شاء الله. هناك ما يميز هذا الموقع عن موقع التعدين السحابي أن الدومين.com، وهذا يعتبر من الأسعار المرتفعة. إضافة إلى ذلك أنه يوجد تواصل ويوجد هناك عدة طرق للربح. هل يشترط إيداع؟ لا يمكن الحصول على حسمة البداية بدون إيداع، يمكنك سحب أرباح التعدين والإحالة. طيب سنرى الآن طريقة الحصول عليها. كل ما عليك هو القيام هنا بتسجيل الدخول أو بالتسجيل. تضع فقط الإيميل الخاص بك، الاسم الكامل، الإيميل الخاص بك، كلمة المرور، عدد كلمة المرور، ثم اختيار البلد الخاص بك. ليست هناك رسالة تأكيد للإيميل. أولا هذا هو الواجهة الموقع. إذا لديك 10 ترون هنا للإيداع، تقوم فقط بشراء الخطة بهذا الشكل، تنتقل مباشرة إلى الديبوزيت أو بالترجمة إلى اللغة العربية بهذا الشكل. هنا الديبوزيت الخاص أو الوديعة الخاصة بك. الخطط بإمكانك استثمار $70 أو من أراد الاستثمار فليتحمل مسؤولية نفسه. هنا إلى يمكنك الإيداع عن طريق TRX اللي هي 20، ترسل إلى هذه ال 20 تي ار اكس الى هذا الرابط عن طريق ترون. شراء عامل المنجم بعد الايداع، تقوم بشراء عامل المنجم في حالة الاستثمار او بالخطة المجانية. كيف تقوم باستخدام الخطة المجانية؟ لدينا هنا 10 ترون في الحساب. الاستثمار الاول هو عبارة عن 10 ترون لمدة 90 يوم، الأرباح اليومية 23.23، معدل الربح اليومي 2.3. الخطة الثانية 70، يكون معدل الربح اليومي تقريبا 1.7 بنسبة 2.43، وهنا 90 وهنا 110 وهكذا. إذا وحدة المعالجة المركزية تقوم على طول بالضغط هنا اختيار 10 ترون الذي أعطاها لك الموقع بهذا الشكل. فاصلة 43 90 نزل ما أضي لخطط موجودة بالموقع. طبعا هذا شو يتميز الموقع عن غيره؟ إذا تم تفعيل الخطة بنجاح، هذه هي الخطة التي تم شرحها. أخذنا 10 الربل الخاصة بالموقع. هنا رابط الإحالة الخاصة بك إذا أردت الربح من الإحالات. تقوم بنسخ الرابط هذا الموجود أمامكم ونشره في المنتديات أو وسائل التواصل الاجتماعي. هنا لعملية السحب، تبدأ عملية السحب من 20 ترون. تبدأ عملية السحب من 20 ترون. طبعا من هنا عملية السحب، وهذه بتكون الخاصية الخاصة بك. يبقى معنا هنا يوزر بينل او ترجمتها للعربية، هذا
هنا لوحة المستخدم وهنا العلاوة. إذا ما هي العلاوة أو ما هو البونص الخاص بك؟ هنا انقر فوق واربح، وهنا مكافأة اليوتيوب، وهنا الصنبور برقية. إذا سنقوم باستخدام الأول، انقر فوق الزر الأول للربح. هنا قسم المكافآت، إذا الحصول على مكافأة. كل 24 ساعة تقريبا ستحصل على 1 ترون، كل 24 ساعة ستحصل على 1 ترون، تمام. الخطة الثانية هنا اليوتيوب، إذا كان لديك قناة يوتيوب أو بإمكانك اشتراك القناة اليوتيوب وأخذ هذا الفيديو أو فيديو آخر وتقوم بقصه وتغيير الصوت أو مسح الصوت أو إضافة موسيقى أو غير ذلك، ستحصل على 5 تي ار اكس عن كل فيديو. مكافأة 24 ساعة، كل 24 ساعة بإمكانك أن تقوم بعمل الفيديو ثم تقوم بإرسال الرابط هنا. الثالثة وهي عبارة عن صنبور البرقية اللي هي عبارة عن التليجرام، وهنا برقية التليجرام الخاصة بهم. بهذا الشكل، ثم تقوم بالدخول على الصنبور الخاص بهم. إذا أول خطوة من هنا تقوم بالضغط على بهذا الشكل وتسجل هنا ستارت. تسجل التسجيل، هنا يقول لك الانضمام إلى التليجرام، ثم هنا سيطلب منك الدخول أو الاشتراك في الموقع. نحن قد اشتغلنا في الموقع أو سجلنا في الموقع، نقوم بالضغط هنا على جون تكست. سيطلب منك الآن الانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بهم، تقوم بالانضمام إلى القناة الخاصة بهم بهذا الشكل، ثم تعود إلى البوت وتضغط هنا على سام فيديالي. سيطلب منك هنا جون اور تشانل، تدخل على القناة الخاصة بهم، تقوم بالاشتراك. تقريبا هي نفس القناة. هي نفس القناة. تقول له هنا برضو دن. What's your email address؟ تقوم بأخذ الإيميل الذي قمت بالتسجيل به بالموقع الخاص هنا، نفس الإيميل تقوم بلصقه هناك. إذا بعد إرسال الإيميل تقوم بالضغط هنا، تقوم بالضغط على هذه الكلمة. سيعطيك هنا رابط لحال الخاص بك إذا استخدمت البود، وهو أعطاك $0.50 إلى الموقع. بإمكانك العودة إلى الموقع أو العودة من جديد. إذا هذا رابط لحال الخاص بك بالنسبة للبوت. إذا كانت هذه هي عبارة عن الموقع كاملة. الطرق الأربع هي عبارة عن التعدين الرئيسي زائد 3 طرق التي شرحناها، إما الربح من الفيديو أو الربح عن طريق الطرق الأخرى بهذا الشكل. الآن شغال لديك الحساب تلقائي، إذا استغلوا هذا الموقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.